السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان عبر قناتنا قناة حضرموت الفضائية ومع المطبخ الحضرمي والشيف الحضرمي أبو عبد الله. يا هلا وسهلا فيك. هلا والله يا مرحبا. الله يحييك. حياك الله يا مرحبا. اليوم اللي معك يزر وبطاطس اليوم معنا مخلل. ها؟ مخلل هيا كنا. نعم مخلل بالبطاط. أيوة وليزر. ونعم المكونات حقه بطاط ويزر. أيوة عرقين بصل. أيوة اثنين عروق بسباس. ايوه لو كان لو كان احمر لكان افضل لكن ماشي الحال مشينا لا اسمه الاخضر. ايوه واربع عروق اربع فصوص ثوم. حلو وصفار الزعفران وملح وخل والليمون هذا. حلو هذا ما ينطرح في اسمه لكنه يقدم مباشره يعني ما يحتفظ داخل القوارير او شيء لكنه يقدم مباشره مع السفره تو. هذا مخلل يعني طريقه ثانيه ده. هذا طريقه ثانيه مخلل ثاني هذا تو يقدم مع السفره. ايوه يقدم مع السفره. طيب الخطوات هذه نضع الليزر. ايوه مع البطاطس. ايوه بحيث الماء يواريه. نعم الماء احنا فورناه من قبل على أيوة. كده نعم نعطينا اياه كامل. حلو طبعاً طريقته ثانية عن المخلل العادي. طريقته ثانية تاخذ العادي. هذا يقدم تو اسمه لايف يعني أيوة. مباشر تو. هيا كنا. يقدم تو مباشر. أيوه. على الهواء مباشرة. أيوه يقدم تو مباشر على السفرة. ممكن نضع له ملح. ممكن نضع له ملح. ايوه نضع له كميه الملح معلقه حق شاهي. ايوه لانه بعدين بيدخل معه المخلل. ونضع البصل اثنين عروق بشكل دائري واثنين عروق بسباس. ايوه وهذا الاربع فصوص الثوم على هكذا تو كله فوقه كله هكذا ما شاء الله لأنه بطي يطلع نياح كاملا. ايوه النضوي حقه حدود 10 دقائق. 10 دقائق على النار. طيب يتفار مع ال نعم. طيب اذا نحن ما بننتظره ولا بينتظرون المشاهدين. نعم صح بنخري فاصل وبنواصل بعد الفاصل انتظرونا. اعزائي المشاهدين بعد الفاصل عدنا اليكم من جديد ومع الشيف أبو عبد الله. هلا وسهلا فيك. هلا والله. طبعا أبو عبد الله مرحب. إيش يعني لك المطبخ الحضرمي؟ أوه يعني لي كل شيء. يعني لي أول ما شاء الله تبارك الله يعني لي كل شيء. المطبخ الحضرمي يعني لي الذوق. أيوة. يعني لي النظافة. يعني لي كل حاجة. تميز بأشياء يعني موجودة. نعم ما هي موجودة وأشياء بسيطة. نعم وأشياء بسيطة. لكن خلال بسيطة. هذا المطبخ تعرفني من خلاله. نعم. منك. انت الله يحفظك. الله يحفظك. أشياء. الله يحفظك. هذا اقل وايب هذا. نعم بتكون بصمه لك في كل بيت. الله يحفظك. تخيلنا بتوضعك دائما. نحن معملنا الوايب ونحن نعتبر له يعني ادنى من الشيف لكن انت حطيتنا فوق ما شاء الله تبارك الله. لا واي واحد عطوه حقه. الله يحفظك وطول عمرك. طبعا نحن قبل الفاصل كنا مساهلين الطبخ نعم. حق ما تنجح. نعم الان ما شاء الله تبارك الله. الان المخلل بدا ياخذ. نعم نحط الان معه نياح كامل. ايوه نحط الان شجر وادي سكر وله كثير معلقه قول معلقه. ايوه وقليل هذا صفار الزعفران. البعض استخدم هرد ولكن انا مشان اللون الاصفر بغيته استعملت صفار الزعفران. صفار الزعفران نعم معلقه ولا زايد معلقه الاربع معلقه الاربع بعدين عند اللون انت اللي بغيته بتزينه عند اللون بتزينه وبتخليه بتنقصه وبتصلحه. نعم ايوه مشان يعطي لونه. ايوه الاصفر هذا قلت لي يتقدم في نفس اللحظه. هاي نفس نعم يبرد قليل كذا ويتقدم في نفس اللحظه. نعم يعني ما ينتظر في الثلاجه مثلا كمان المخللات دي. لا ما ينتظر في الثلاجه. ايوه نعم نحط له معلقه خل. أيوة. ولو كان خل الحمر كان أفضل لكن معلقة خل. أيوة.
خل ابيض. خل ابيض. خل فواكه ولا خضروات؟ خل التفاح. طيب ممكن نسألك سؤال؟ تفضل. ليه سويت العشار؟ العشار نعم، العشار نعم صلح. هذا وقت في الصيف هذا لما يكثر لي مصلح العشار. نعم ما شاء الله تبارك الله. يعني هل هي من الوادي ولا الساحل ولا غيرها من والله العظيم. كل واحد بهوايته، كل واحد بهوايته. العداني ممكن يدخلوا البسباس الأحمر هذاك فيه ويدخلون، وحتى اللي يصلحوا اسمه هذا العشار بالمانجو. أنا شفت فيه عشار بالمانجو. نعم في عشار بالمانجو. لكن نحن أصحاب التريم بالعشار بالليم. بالليم. وحتى الليم طوروه. لأنه له موسم. نعم. وحتى الليم شفته الآن ندخل مثلا سوق نعم. الخضرة في سيوم. نعم. شوفوا ما شاء الله مرصوص. نعم نعم. ولون أصفر. ولون أصفر. أيوة. نعم في قوارير صح. في ليم مقرش. مقرش. أيوة. يقرشون حقه القشرة. القشر. طيب. وبعدين يخللونه ويقولون شغلته وأنت بتكون أدرى. وينتظر في الشمس كما القوم. ما شاء الله. النجاحة بالشمس تعرف. نعم نعم صحيح. وبعدين صحيح. يتقدم. بيكون نعم. بلا قشرة. خلاص طبختنا جاهزة. أيوة. المخلل هذا حقنا جاهز. ممكن يبقى صحون ممكن. بالنسبة للعشار يعني العادي هل تعرف مقاديره أو كيفيته؟ هو شوف العشار هذا بسيط شوف. بس أهم شيء اليد هنا تكون نظيفة. شفت كيف؟ أيوة. وفي ملح وفي فلفل أسود. هذا ممكن تحط الصوص كذا. طبعا الناس شوفنا نسوي عشار لقي شغلات ما شاء الله. كيف الخطوات تبدا بها؟ الخطوات طبعا اولا تجيب الليم. الليم هذا الليم حلو. حلو طيب هذا عمرك طريقه مشان هو حلو ممتاز. هات نستفيد منك يا ابو علي ما حد يستغني عن الثاني. قلنا احنا بنتولى. ايوه ايوه هذا الليم طبعا. واليوم ما شاء الله تبارك الله نصبت الشاهي الحضرمي هذا تشوق. نحن هذا اليوم برافو شغل الليل. هذا الليم طبعا اولا يغتسل. الليم الليم يغتسل طيب ويكون نظيف. نعم نظيف صح. ايوه نعم طبعا بعد ما يغتسل هات شوف عكس تغسله نصفين. لا شوفه هذا اول طبقنا جاهز. شوف الطريقة يطلع من الرأس. أيوة عليك نور. نعم يقونها شكل أرباعي. أيوة ويبقى في حقه. نعم صح يبقى في حقه. نعم وبعدين تدخل شيء اسمه تدخل معه الملح. الحين هذا شفت حلو ما تقصص من الليم العادي كده. لا نعم تعطي الحبة تقسمها أرباع أرباعي على اسمه على طول. أيوة على طول صح. بعدين نقوم نحط الملح طبعا بحكم أنه بلا قفاز بحط ما شاء الله تبارك الله. أيوة صح شفت الملح هكذا صحيح حطه داخله. نعم خلاص. نعم نعم صحيح صح صح هذه الطريقه صح. وينطرح مع بعض البعض مع بعض البعض صح مع بعض البعض لما تكمل الكميه اللي معك. ايوه حطه في الوعاء اللي انت بتحطه. ان كان شفاف زجاج يكون افضل له. لو كان شفاف زجاج هذه اغلبها من هذه حق الجام يستعملوها. ايوه ايوه صح. لا اولا نتكلم على الكميه حل بعدين حق اليوم. طيب لكن هي الكمية كلها تنطرح مثل معاك بالدي. ايوه كمية كبيرة ترحها في شفاف مشان نواه لان نجاحها بالشمس. عليك نور مش نجاحها بالنار صح. وينطرح قدر اسبوعين في الشمس انت تقلبه بس بعد يومين ثلاثة ايام تعطيه قلبه. يعني اللي فوق تحت واللي تحت فوق. ايوه شوف هذا على اول طريقة تطرح الليم. بعدين تطرح له المكونات اللي فيه بعد الملح ممكن تطرح له اللي يسوون حلبة. حلبة. أيوة. لكن بعضهم يحبوا الحلبة. حلبة حبوب ولا؟ حبوب. هذا إيش تعطي هذه الحلبة الحبوب؟ تعطي نكهة ودوق. ما شاء الله تبارك الله. ترش لقريب الحلبة إضافة للحبة السوداء ممكن. أنت بعدين تتفنن لقده حق بيت. تتفنن نعم صح. بتهنتكوا أكثر. تهنتكوا أكثر. ويبقى في الشمس لمدة 14 يوم عن قوة الشمس. 14 يوم. كان حق الصيف حق ندي. بتيب وتمان. بتيب خبره دي. بتيب خبره. بتيب خبره. طيب نحن الآن. أيوة. بس وخلاص ويهز بعدين باقي له بسباس وقليل ثوم وقليل هرد وقليل سبحان الله واكتمل أيوه. ويطلع لك ما شاء الله تبارك الله. بعدين بتي بت بت بتوكل صباعك على ما شاء الله تبارك الله. والله ما شاء الله تبارك الله في العشار رجوك صلوات الله عليه صح. شوف الخطوات هذه تابعونها. نعم
الآن حطيت رجلي الليم طفيته بالليم. دي حقني مالك سيفي عليك حق العشاق. نعم ان شاء الله خلاص وانا اكتفيت. نعم هذه طبختنا اللي ما شاء الله تبارك الله. البعض يسميه العشار خلاص. البعض يسميه عشار بالجزر وال الحين دلعوه العشار قلت لك قو يم شغلات قو يم شغلات قو بال والليم والانبا في بالبرتقال. في بالعنب وفي بالبرتقال. ايوه تسلم تسلم. ان شاء الله تبارك الله. شوف هالون. نعم ويكون طعم ودوب. طعم ودوب. ايوه ممكن هذا البصل هذا نحطه مشان المشاهدين يشوفون. ايوه اوكي. أيوة. اسمه ما شغلتنا اليوم اسمها هذا البعض يقولون عشار بال بال بالبطاط والجزر. والبعض يقولون مخلل. من مخلل؟ مخلل 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 البطاط بالجزر. هذا يقدم على السفر. هذا ايوه يقدم على السفر وليس له تخزين او شيء كذا. يقدم تو مباشر يخلوه كذا يبرد قليل كذا ويدخلوه تو على السفره مع الرز يحلي الشغل. يحلي الشغل ما شاء الله تبارك الله. تسلم يدك. الله يحفظك. الله يحفظك قلب الواي. نعم اعزائي المشاهدين هذه المخلل او هذا المخلل بالبطاط والجزر طبعا على النار. على النار. وكان هذا العمل في اقل من 10 دقائق. نعم صحيح صحيح ما يعني ما ياخذ وقت كثير. ما اخذ وقت معانا. ما اخذ وقت كثير. ممكن الواحد يسويه. والمواد حقه بسيطه. المواد حقه بسيطه بسيطه بسيطه. ممكن الواحد يسويه في بيته في اقل من 10 دقائق. بتكون معاه طبخه زي دي بيحليه بها طبق الارز. نعم نعم. فهذا ما استفدنا من المطبخ الحضري هذه الطبخه الاصناف حق الطبق حقه. ايوه حق السفره. وهذا الشيخ ابو عبد الله حياكم الله ورحمه الله. اذا الى الفقره التاليه. اعزائي المشاهدين هذه فقره الحلال تنتظركم. هل أنتم مستعدين لها بالقلم والورقة؟ إذن نحن الآن مع الحلواني أبو عامر. كيفك يا أبو عامر؟ طيب الحمد لله بنعمة. إيش معنا اليوم بنقدمه من طبق؟ اليوم طبق حقنا خفيف وسهل وموجود في البيت بسرعة نسويه في أقل وقت نسويه. إيش اسمه؟ اسمه رقايق بالجبن. من؟ رقايق بالجبن. رقايق سمبوسه بالجبن والجام. رقايق بالجبن ونعم. طريقه طيب. سهله وخفيفه. ايش هي المحتويات؟ محتويات بسيطه بستخدم مربى. أيوة. قاع وجبنه بوك. ايوه هذه بنستخدمها داخل في الرقايق. حلو. يبقى هذه معنا الصوص بعدين بعد ما تجهز بنحطه من فوق. حلو. اذا اقول لك ليه على بركه الله. على بركه الله. بسم الله بسم الله. جيب هذا الجبن البوك. ايوه وهذا المربى. مربى قهاء. لا نعم. شيل المعلقه بس. المعلقه شويه بس. جبنه بوك سائله. سائله بوك شويه بس كده شويه من هذا كده شغله بسيطه وسهله يعني تكون زي الحشوة بالضبط وتلفها. جيب الصينية. مرحبا. وعليك تحطها شغلة بسيطة حتى انت بتسويها محفوظ فعلا تاخذ وقت. ماشي تحتها. سهلة وخفيفة وحلوة دي حتى انا بسويها. انت بتسويها سندوتش بالمقرمش. سندوتش بالمقرمش اسم حلو. ايوه حط. ايوه شويه جبنه. ايوه حلو. شويه مربى. شويه مربى ده نحن نقول له جام. جام تقولون؟ نقول له جام. نحن نقول له جام برضه. انا من عندك من نفس المنطقه. بس بتقلب علي مربى.
مربى اسمه العالمي مربى. أيوة أيوة. يعني تصدق بس. من قوة الجبن. نفسك تدوقها محفوظ أكيد. بس عادها لحن. ممكن نأكلها على كده. هذه كلها على كده. يعني لعنها على كده يأكلونها. كلها على كده ما هي مشكلة. أوه. الرقائق هذه تعتبر نايحة يعني. هي. كلها وبندعي لك. دعلي بالشفاء. بندعي لك بالشفاء. زيت أبو عقيل. زيت أبو عقيل. زيت ممتاز ما شاء الله وخفيف. صافي ونقي. صل عليه شوية بس. استري يا سامي. نزلها على الفرن بقى. ما شاء الله. نزلها ما شاء الله على الفرن. على طول. حطها على الفرن على نار عالية. والمدة؟ 10 دقائق. عند قوة النار. قوة الحرارة وتكون متابع لها. آه. هذا حلال اليوم يا أبو علي. ما شاء الله. حلو. سهل وخفيف وتقدر تسويه في أي وقت. نعم. باين ماشي تحته. بدون تكلف وبدون كله موجود. أيوة. ترحناه في الفرن. ترحناه في الفرن. وبغاله 10 دقائق. بالضبط. الوقت اللي بياخده في الفرن بنستغله بحيث نعلق الكريمة من فوق. أيوة. الصوص حق الرقايق. نستغل الفرصة بنسويها. بنجهزها. بنجهزها. على بركة الله. بركة الله. عندنا 6 ملاعق حليب بودرة. أيوة. حليب. إيش نوع الحليب؟ هذا نوع الحليب دانو. دانو معروف. دانو معروف حليب ممتاز ما شاء الله. طيب ليش اخترت الدانو؟ دانو لأنه ما يتغير لا طعمه ولا ريحته يعني نفس القياس هو. آه. ما يتغير ما شاء الله. عم. معروف لدينا من سنين يعني. عم. وعاد نحن اللي في بطون أمهاتنا. بدنا الرضاعة نحن يا الدانو. آه نعم. جيب الدريم ويب. أيوة. حطه فيه. 5 ملاعق دريم ويب. أيوة. فرك شوية. 5 ملاعق دريم ويب. وكم لبن حليب؟ 6 ملاعق. 6 ملاعق حليب. شكرا ما شاء الله. الحلو فيك انك سريع البديهه على طول تفهم. اوه ما دام انا معك عقب تشوف شغلات. تسلم. حلو تجي لان اعطي جنب. قوع جبن. جبن ما شاء الله. جبن جبن بوك. أيوة. تماري ما شاء الله عليك. معلقة. معلقتين بس. معلقتين. تخبط جيدا. أيوة. نجيب لكم أخبار. لا لا ما عليه خلاص عشان تضعف ربو عشان ما ينطير. انا معاك. انا اياك اهم شيء نطعم الحلو. دائما نجهزه نحطه في البراد. ايوه على نار هادي. على نار هادي في البراد في الثلاجه. في الثلاجه. ايوه على نار هادي. البحر حقنا ده بحرنا جاهز. جاهز نتغسل بالبحر. على بركة الله. على بركة الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله جاهزة. جيب صحن بس. ودي السوادة والحمارة حق اليوم حق الجبن. هذا الجبن. صح لقناه له جبن لما يحترق. وابغيت لحم. وانا صحن كحلو كده يا بالي زيك كده صحن حبا. ايوه دي وادي علامة النصر. علامة الجودة. سوى
اسوي لك الان حتى انت تسوي لك الان. يسمونه واه هذا؟ يسمونه فطاير جبن. ايوه مع الجام. صاحبك قلت لي قبل. ايوه ما شاء الله عليك. شويه ساخنه. لازم تتفنن فيه مشان الطبق أيوة عشان يفتح يظهر بمظهر لايق يهيبونه. بالضبط. شغله بسيطه وسهله وحلوه. نعم. جديده في نفس الوقت. نعم. ما تاخذ منك وقت. باين عليها من شكلها. مواد موجوده وكل شيء موجود، كل شيء في البيت موجود سهل. نعم. يا ريت ابو علي تجيب الخلطه اللي دخلناها التلايه. ايوه الاوليه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله صارت جاهزه. شويه بس. واه حركه كلك حركات. حلوه كلها حركات. عشان نشط الليل. عشان نشط الدورة الدموية الفطاير. بعدين تحط شوية في مشان ما يغمصون. هذا عشان تشيلها بعدين تحطها. كلك حركات. يبغى يخرج من هنا. خلوه يمشي. هذه فطايرنا جاهزة. ايوه. وعلى البراد وعلى بركة الله. فوق ولا تحت؟ هات موجود فريزر ولا البرودة عادي؟ اذا كنت مستعجل حطه في الفريزر، اذا كنت على مهلك حطه تحت ما مشكلة. هاي طبقنا هاي حطته. بابا هذا هو يعني اتمنى المشاهدين يشوفونه. ايوه الاسطوم سهل طبعا. يتبقى لها الفريزر. بالضبط. الفريزر معروف ما بيغير من شكلها، ولكن بتتجمد. بتاكل تغمص تغمص كلمة مكلوية. تغمص. أيوة أيوة أيوة. تغمص. نحاول نحن نتمسك في حقنا. بالضبط تغمص. ماشي دعنا نتألم ولا بحركات. خلاص تغمص برضه حلوة كلمة. أيوة. ما شاء الله. أعزائي المشاهدين، هذا هي فطاير رقايق باليمن، وهذا هو الحلواني اللي صنعها، وانتم تقدرون تسوون كماها في بيوتكم إذا انتم تبعتوا الطريقة اللي علمنا احنا إياها الحلواني أبو عامر. معانا ما معنى إلا نقول لكم انتظرونا يوم غد في نفس الوقت ونفس الميعاد مع المطبخ الحضرمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.